قادريه ده لانهم كتاب اسمه الفيوضات الربانيه في المآثر والاوراد القادريه صفحه 63 و65 زول بيقول ذراعي يدني من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت امددت راحتي واعلم نبات الارض كم هو نابت واعلم رمل الارض كم هو رملتي واعلم علم الله احصي حروفه علم الله قال حرف حرف بعرفه ده ما كذب وقل رب زدني علما وما اوتيتم من العلم الا قليلا قال واعلم علم الله احصي حروفه واعلم موج البحر كم هو موجتي البحر قال بعرفه موجه موجه سيدي ما كذب يا جماعه قال بيتكلم ذاته انا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الاحبه انا كنت ده القادري ذاته صفحه 63 ل 65 ما بيقدروا يغلطوا قرينا الكتب ده بتاع فتى ساي بدافع ساي قول له قريت كتاب بتاع القادري يقول لك كتاب بتاعته اظنكم الفتيته ورق لونه شنو كان ابيض ده ما حقنا لا لا لونه اصفر كتمت فيه اصفر شغل تقدر عليه ما بتقدر طبعه في مصر عشان ما تقول الا فننها ما بتقدر عليه احنا عارفين الحاصل والله الذي لا اله غيره قال انا كنت مع نوح اشاهد في الورى قادري لاقى نوح كيف يا جماعه عليه السلام انا كنت مع نوح اشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت مع ابراهيم ملقا بناره وما برد النيران الا بدعوتي جبال الختم قال بتفلتي والقادر قال بدعوتي طفوا النار والنار طفى الله برار وذات النار مولعة الله قال قلنا يا نار كوني بردا وسلام شنو على إبراهيم يقول لك بحفظوا القرآن يا قرآن بحفظوا هم ضد القرآن يا ذول لأن القرآن سووا حجبات لبسوها يعرقوا فيها الرسول ما لبس حجبات شرك بالله لا 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 نقدم قدام اسمع كلامي شفت كيف شغل لك كشف الليلة لازم الزول اللي يتردي والله الذي لا إله غيره نوريك الحاصل ما عارف البلد دي والحاصل فيها شفت كيف وحجبات حجبات دي مش في الله ما في حجاب بتاع سكين ما في كذا ولك نادي الشيخ الشيخ ميت أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون راحت حاجة يقول لك مش للشيخ يجيب علينا الشيخ بيعلم الغيب ولا القيامة سنة كم تعلم الغيب بسطتم في السؤال لو اسأل قل لي القيامة متين قل لي بكرة 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 بيحصل شو وما تدري نفس ماذا تكسب غدا قل أنت يا شيخ بتموت وين مش بتعلم الغيب ورينا بتموت وين وما تدري نفس بأي أرض تموت يا أخ شيخ القادرية في الشقيلات عنده أكسن راحت جاوه في الجريدة فقدان الأكسن بتاعت الشيخ غنمات الغنمات مش بتدوبها يا ارض يقول بيجيبها قدام ما بجيبها ولا شيء غنمات مشت الكوشه جات راجع برا شفت كيف؟ غنمات يقول بيجيبها والاكسن راحت مشى جابها في الجريده غالي الغنمات ولا الاكسن؟ غالي يا تيمه قال بالعروسات هذول فك هذول والله طلعوا بالدارج مواسير زي اوريك انا كلام ده حار جمر اسين جاوا لك الفول من الثلاجه الفريزر من القدره خير لك يا تو ما القدرة بس الحار ده كويس وانتو ناس قدر الحار رجال والله شباب ديل شفتها بفضل الله كشف يا اخونا النوش ده وينو النوش جاب لي كرسي بيجاي اخونا النوش ده الله يحفظه وينو قاعد هنا حصانه مات جماعة قال لهم مش لذاك يديك قروش جيب لك الحصان قال لهم جابوا الله وقتلوا الله وبيجيبوا الله وإلا الله والله والله شفتها حصان مات قتلوا الله الله بس ما غيش يا دول نحن بنعرف الله بس انت بتعرف غيره نحن الله بس الشكل هنا وقدام هذان خصمان اختصموا في ربهم والناس اللي عاملين فالع بطنوس يشمروا ما تقول انا مع عادل وانا مع عادل دي شكل يوم القيامة ما بتقيف هذان خصمان اختصموا في ربهم يقف مع دين الله يقف مع الدجالين دين ما تقيف في النص قول انا متفرج ساي ما بحل لك خليك مع الحق والله دي نصيحتنا ليكم والناس تكون احرار على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.